وأما الدعاء في الركوع فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، فيكون الأظهر والأكثر في الركوع هو تعظيم الله، لكن لا ينفي أنه يدعو الله، بدليل أنه ثبت في السنة قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ذكرها في الركوع، فدل على أن الركوع يدعى فيه لكن على وجه القلة، بينما السجود يدعى فيه على وجه الكثرة والتعظيم يكون فيه على وجه القلة، لأنه ورد في السنة قول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح في السجود.